أشهد أن مولانا أمير المؤمنين عليا ولي الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. صدق الله العلي العظيم. دودة الأذن لعل الكثير منكم سمع هذه الكلمة، هذه الكلمة اصطلاح لدرجة من درجات حالة تحصل لأكثر البشر، بل تحصل تقريبا لكل البشر إلا النادر منهم. ما هي هذه الحالة؟ هذه الحالة بين فترة وأخرى تبدأ كلمة أو شيء بالتكرار في الذهن، تتكرر هذه الكلمة في ذهن الإنسان، أو بيت من الشعر، أو حديث شريف، أو مقطع لطمية، أو أي شيء آخر، شيء سيء أو شيء حسن. عادة كلمات، أحيانا مناظر ليست كلمات، منظر معين. هذا التكرار شيء طبيعي يحصل تقريبا لكل البشر. أحيانا هذا التكرار يصل إلى درجة مزعجة، هذا يسمى دودة الأذن، تكرار كثير مزعج. بل أحيانا هذا التكرار يبلغ إلى درجة يتبدل إلى مرض نفسي. حسب تعبير بعض علماء النفس يقولون لا، القضية معكوسة، يلزم أن نقول أن بعض الأمراض النفسية تولد حالة من التكرار في الكلمات
إلى حد كبير جدا، يعني هذا مؤثر على عن المرض، لا هو يوجد المرض إجمالا. هذه الحالة تكون في أشياء سيئة أو في أشياء حسنة، الكلمات كلمات سيئة مسبة معينة تتكرر، أو كلمات حسنة قلت لكم مقطع بيت من الشعر لعله يكون شعر حسن قد يكون. ومن اللطيف أنه هذا التكرار عادة ما يكون بأشياء سهلة، المخ ما يتعب نفسه، كلمة سهلة، بيت من الشعر سهل، هذا يتكرر، كلمة حفظها الإنسان، كلمة قريبة من نفسية الإنسان، عادة الكلمات تكون كلمات سهلة. يعني تحفظ بسرعة، النفس تميل في هذه الحالة إلى أشياء سهلة، أشياء سهلة حسنة أو أشياء سهلة سيئة. طبيعة الإنسان ما هي؟ طبيعة الإنسان تؤثر في هذه الحالة. كمثال، أنا الآن أقول لكم كلمات، الكلمة الأولى استصحاب العدم الأزلي، الكلمة الثانية ملعب كرة قدم، الكلمة الثالثة هذا الجدار، الكلمة الرابعة أخوك، الكلمة الخامسة درس الجغرافي، كلمات. إذا سألت من كل واحد منكم أول كلمة تتذكرها من هذه الكلمات، الجواب سوف يكون مختلفا. إذا رجل دين يقول استصحاب العدم الأزلي مثلا، إذا شخص مولع بكرة القدم يقول ملعب كرة القدم، هذه الكلمة أتذكرها. إذا شخص يحب أخاه كثيرا يقول كلمة أخوك، وغير ذلك. الطبع يتحكم، ميل الإنسان، تربية الإنسان، طبيعة الإنسان تتحكم في هذه الكلمة التي تتكرر في الذهن حتى تتبدل أحيانا إلى إزعاج. من هنا هذه القضية تكون مرتبطة ليس بفئة معينة. قد يقال بأن هذه الحالة أو هذا الإزعاج الذي يسمى بدودة الأذن هذا مرتبط بعلماء النفس، مرتبط بالأطباء النفسانيين، لا صحيح مرتبط بهما، ولكن مرتبط بنا أيضا، لأن القضية بالنسبة إلى كل شخص شخص تكون بشكل معين بشكل خاص. حديثنا أين؟ حديثنا عن هذه الحالة التي قد تحصل للمؤمنين خصوصا الشباب، هذه الحالة أساسا تعتري الشباب أكثر من الكبار، أضعاف لا أقول أكثر، أصلا هذه الحالة عموما تعتري الشباب، قليلا ما تعتري الكبار في السن إلا لوجود أمراض أخرى قد تعتريهم هذه الحالة. هذه الحالة التي تعرض على الشباب المتدينين بكلمات عادة ما تكون سيئة دينيا وتؤذيهم، أشياء سيئة، كفريات مثلا، كلمة كفر تتكرر في ذهنه، مسبة معينة تتكرر في ذهنه، مسبة سيئة وأمثال ذلك. كيف تعالج هذه الحالة؟
كثير من الشباب، لعله أكثر من 50% من الشباب في فترة من فترات الشباب قد تعتريهم هذه الحالة. قلنا أن أصل التكرار حالة طبيعية جدا لكل البشر تقريبا، إلا القليل إلا النادر. تلك الحالة ما هو علاجها؟ لا نحتاج إلى علاج، هي حالة طبيعية أصلا. أما إذا تبدل هذا التكرار إلى مرحلة إزعاج، ما هو العلاج؟ هنا ثلاث اقتراحات. المقترح الأول وهو أفضل من الثاني والثاني أفضل من الثالث وأنفذ وأقوى، الأول وإلا فالثاني وإلا فالثالث. أما الأول، هذه الحالة، هذا التكرار المزعج، علاج هذه الحالة بترك علاجها أفضل، أنفذ أقوى علاج لهذه الحالة ترك علاجها. كلام لعله يكون غريبا. المشكلة أن الإنسان عندما يركز سلبا أو إيجابا، يركز على هذه الحالة، هذه الحالة تشتد. حسب تعبير بعض علماء النفس، هذه الدودة يسمونها دودة الأذن، هذه الدودة دودة معاندة، تعاند. إذا رأت التيار ضدها هي تمشي عكس أكثر، ترك علاجها، ترك هذه الحالة. هذه الحالة ليست مهمة، لماذا تريد أن تعالجها؟ ما السبب في علاج شيء مزعج ليكن؟ محاولة علاج، محاولة، حتى المحاولة، محاولة علاج هذه الحالة تزيد الطين بلة، تركز هذه الحالة أكثر. لا تحاول أن تعالجها، اتركها، اتركها بمعنى كلمة اتركها، لتكن. ماذا يحصل لك؟ شيء من الإزعاج يكون، ليكن. إهمال الشيء، هذا الشيء أساسا شيء لا قيمة له، أساسا شيء لا يؤثر، لا يؤثر تأثيرا حقيقيا عليك، مجرد إزعاج ليكن، كما لو كان هناك إزعاج خارجي، هذا إزعاج داخلي، أنت في مكان ضوضاء، إزعاج ليكن، هذا إزعاج داخلي، هو شيء غير مهم، أنت تهتم به يصير مهما، أهمله، قل له أنت، قل هذه الكلمات إلى يوم القيامة، أنا لا أهتم بك. إدراك عدم أهمية هذه الحالة، هذا الإدراك يزيل هذه الحالة. عندما تدرك أنت أن هذه الحالة ليست مهمة، لا أريد، حالها حال هذا الجدار، وجود هذا الجدار وعدم هذا الجدار لا يؤثر فيه، عندي جدار ليكن، وجود تراب عند الإنسان، هذا التراب كان ما كان ليس مهما. إذا أدرك الإنسان عدم أهمية هذه الحالة، هي الحالة تزول. حسب المستفاد من الروايات الشريفة، هذه الحالة من الشيطان، هذه ليست دودة كما يعبر علماء النفس، هذا شيء من الشيطان، الشيطان يوسوس، هذا الشيطان شيطان معاند، الشيطان يحب أن تهتم به، أنت لا تهتم به، أهمله. هو يقول لك كلمة كفر ويكرر هذه الكلمة، لو يقول ليس مهم، أنت تحاسب على فعل ذلك الشيطان، لو
هو يحاسب وإن شاء الله يذهب إلى جهنم. المشكلة أن المؤمن يرى لا 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 الله، لماذا هذه الأفكار الشيطانية؟ لماذا هذا الكفر يأتي إلى ذهني؟ كلام شيطان من الشياطين، هو يريد أن يذهب إلى جهنم ليذهب، يقول كلمة كفر حتى يذهب إلى جهنم. الأمر لا يرتبط بك، وأنت أساسا لا تحاسب على هذه الأفكار، على هذا التكرار للكفر أو غير الكفر. المقترح الأول إهمال، وهو أقوى أنفذ حل هذه المشكلة التي هي ليست مشكلة، أنت باهتمامك أحيانا تصنع هذه المشكلة. هو شيطان يقول لك أشياء، وساوس شيطانية طريقته، شيطان من شر الوسواس، هذا وسواس. أولا عدم الاهتمام، وإلا بعضنا للأسف يستضعف نفسه يقول لا أتمكن، أو هذا المزعج مزعج جدا لا أتمكن أن أهمل. لا، يلزم أن تهمل فرضا ما تمكنت. المقترح الثاني إضافة شيء إلى هذه الكلمة. هو يقول لك كلمة كفر، أنت أضف. هو يقرأ لك كأنه في الأذن، الإنسان لا يسمع صوتا طبعا في داخله، هو يقرأ لك بيت من الشعر، أضف، أنت أضف شيء آخر وكرره إلى حد الإزعاج. هو يقرأ لك بيت من الشعر، هذا البيت تحفظه أنت صحيح، أنت أقرأ البيت التالي، لا تقرأ مرة ومرتين، لا اقرأ إلى حد الإزعاج، يعني اقرأ 50 مرة، بعد ذلك اقرأ بيتا ثالثا 50 مرة إلى حد الإزعاج، إلى حد أنك تزعج أيضا، يحصل فيك حالة إزعاج. هذا أيضا مؤثر، ليس مثل المقترح الأول ولكنه مؤثر. لماذا؟ لعل المعادلة تكون واضحة، لأنه أساسا هو يريد أن تركز أنت، أنت شتت. التشتيت خلاف التركيز، ضد التركيز. هو يريد أن تركز على هذا الشيء، أنت شتته. كيف يكون التشتيت؟ بكلمة تقولها مرة واحدة لا يحصل تشتيت، لأنه هو مركز، الكلمة تخطر ببالك 50 مرة، أنت أيضا قل كلمة أخرى 50 مرة، وكلمة ثالثة 50 مرة، وكلمة رابعة 50 مرة، يتشتت. هذا المقترح الثاني. المقترح الثالث تركيز في تركيز. يعني ماذا؟ هو يركز في كلمة أو في مضمون كلمة، ليس بالضرورة كلمة، في شيء محدد. أنت ركز في كلمات هذه الكلمة، في حروف هذه الكلمة. مثلا لنذكر مثالا حسنا، كثيرا ما هذا يكون شيء سيء، ولكن أحيانا يكون حتى الكلمات الحسنة. حديث شريف عن المولى أمير المؤمنين صلوات الله عليه قال: قد سعد من جد. كلمة جدا جميلة رائعة، قد سعد من جد. هذه الكلمة لنفرض، هذه الكلمة بدأ الذهن يكرر هذه الكلمة، قد سعد من جد، قد سعد من جد، قد سعد من جد. طبعا كلمة جميلة، ولكن التكرار أحيانا يكون إزعاجا. تريد أن هذه الحالة تذهب منك، ماذا تصنع؟ ركز في كلمات قد سعد من جد. خطرت الكلمة إلى ذهنك، قد سعد من جد، قل سعد هذا، هذه الكلمة لماذا؟ لماذا أمير المؤمنين ما اختار كلمة ثانية؟ مرة ثانية يقول لك قد سعد من جد، الذهن يكرر، قلت هذا سعد أو سعد أو سعد. مرة ثالثة يكرر، قل هذه الكلمة كلمة سعد أصلا يعني ماذا؟ ما هو معناها؟ حدودها ما هي؟
لماذا كلمة قد دخلت على سعادة؟ دخول قد على الفعل الماضي يفيد التأكيد، قد سعادة يعني بالتأكيد هكذا. ركز على التركيز، هذا نوع تشتيت أيضا، هذا أيضا مقترح آخر. المهم نرجع إلى المقترح الأول، المهم أن هذه الحالة ليست مهمة، المهم أنك يلزم أن لا تهتم. أقرأ لكم بعض الأحاديث الشريفة وأختم بها حديثنا. هذه الأحاديث الشريفة كلها في كتاب الكافي الشريف. الحديث الشريف الأول صحيحة محمد بن حمران قال: سألت الإمام أبا عبد الله الصادق صلوات الله وسلامه عليه عن الوسوسة وإن كثرت هذه الحالة، فقال عليه الصلاة والسلام: لا شيء فيها، ليست مهمة. تقول لا إله إلا الله، ربما ليس المقصود أنك تقول هذه الكلمة بتكرار، لا قل لا إله إلا الله، هذه الحالة حالة غير مهمة خلاص. حديث شريف آخر صحيحة محمد بن مسلم عن الإمام أبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله هلكت. هذه الحالة التي تحصل لبعض المؤمنين خصوصا الشباب، كلمات كفر، يتصور الشخص أنه أصبح كافرا، لا ما أصبحت كافرا، كلمات يقولها شيطان من الشياطين. لا عليك. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله هلكت. هو فقط قال هذه الكلمة، قال هلكت، ما بين التفاصيل. النبي صلى الله عليه وآله أخبر ما في نفسه، فقال له، يعني قال النبي صلى الله عليه وآله لذلك الرجل: أتاك الخبيث، الخبيث من أسماء الشيطان، أتاك الخبيث فقال لك: من خلقك؟ فقلت: الله. فقال لك: الله من خلقه؟ هذا الذي حصل في نفسك صحيح؟ فقال، يعني فقال الرجل: فقال: إي والذي بعثك بالحق لكان كذا. بالفعل هو هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله، دققوا في الكلمة، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: ذاك والله محض الإيمان. لا تخف، هذا محض الإيمان، كلمة كلمة كفر، الله من خلقه، لا لا أحد خلق الله، ليقول لا عليك به، هذا محض الإيمان. أنت لا تتأثر تأثرا حقيقيا بهذه الكلمات، ليقول. في حديث صحيح آخر صحيحة علي بن مهزيار عن الإمام أبي جعفر، يعني أبي جعفر الجواد صلوات الله عليه، علي بن مهزيار من أصحاب الإمام الجواد، ليس من أصحاب الإمام الباقر صلوات الله عليهما، قال بالنسبة إلى هذه الحالة: والذي نفسي بيده إن ذلك لصريح الإيمان، فإذا وجدتموه، مرة ثانية إذا جاء هذا، فقولوا: آمنا بالله ورسوله ولا حول ولا قوة إلا بالله. قل آمنا بالله ورسوله، أنت كافر، أنت تقول هذه الكلمة كلمات كوف، قل أنا مؤمن، يعني لا تتعب نفسك، قل له لهذا الشيطان: لا تتعب نفسك، أنا مؤمن، اصنع ما شئت، قل كلمات كفر، تذهب إلى جهنم أنت بهذا الكفر. في خبر قال رسول الله صلى الله عليه وآله، الخبر جدا لطيف، جدا جدا، كل كلماتهم جميلة ورائعة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله إن بالنسبة إلى هذه الحالة: إن الشيطان أتاكم من قبل الأعمال فلم يقوى عليكم، فأتاكم من هذا الوجه لكي يستزلكم. الشيطان حاول أن يحرفك عمليا، يأخذك إلى محرمات، ما تمكن،
ماذا يصنع؟ الشيطان فقط يريد أن يهدم آخرتنا، لا يريد أن يهدم الآخرة ويريد أن يهدم الدنيا أيضا، يتعبك، هذا أيضا يريده الشيطان، أراد أن يحرفك عمليا ما تمكن، جاء بهذه الطريقة. إن الشيطان أتاكم من قبل الأعمال فلم يقوى عليكم فأتاكم من هذا الوجه لكي يستزلكم، فإذا كان كذلك فليذكر أحدكم الله وحده. اذكر الله عز وجل، يعني ماذا؟ تفسيري طبعا لعله يكون صحيحا أو لا، يعني هو الشيطان، هذا شيطان حسب الرواية الشريفة هذه وغيرها، هذا من الشيطان. علماء النفس لا يفسرون تفسير أن هذا من الشيطان، لا يدركون هذه المعادلات، حسب الرواية الشريفة هذا من الشيطان. الشيطان يريد أن يوجد في نفسك الشك، إذا قلت له، إذا ذكرت الله عز وجل، إذا قلت أنا مؤمن بالله، يعني ماذا؟ الشيطان هذا يرى خسارة كبيرة، لأنه هو يحاول أن يبعدك أنت تذكر الله، يعني تتقرب إلى الله عز وجل، يعني عمله يكون سبب تقربك إلى الله، هذا نوع إحباط بالنسبة إليه. اذكر الله عز وجل، لا تذكر الله ذكر، البعض بين قوسين أقول هذه الكلمة، لا أصلا لا أقول بين قوسين، مرتبط بهذا الموضوع، البعض يذكر الله عز وجل ذكرا لسانيا، هو الذكر اللساني أيضا أحيانا ليس بالطريقة الصحيحة، لا 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 لا، يريد أن يبعد حالة، يوجد حالة ثانية، لا اذكر الله عز وجل، اذكر تذكر الله عز وجل، قل لا إله إلا الله تذكر الله، قل الحمد لله رب العالمين، قل لا حول ولا قوة إلا بالله تذكر، اذكر الله عز وجل بلسانك وبقلبك أيضا، عندما تأتيك هذه الحالة تذكر الله سبحانه وتعالى، مرة ثانية جاءت الحالة تذكر الله عز وجل، هذا إحباط للشيطان، هذا التقرب إلى الله عز وجل ابتعاد عن الشيطان. نسأل الله سبحانه وتعالى ببركة محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل اللهم فرج مهدي آل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم اقهر سلطان الشيطان عنا بسلطانك حتى تحبسه عنا بكثرة الدعاء لك، فنصبح من كيده في المعصومين بك، إنك أرحم الراحمين، والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، وصلى الله على سادة الخلق محمد وآله الطاهرين.